مش ناوي يمشي النهارده ده ولا ايه؟ هو هيكون ناوي على بيات. طب اعمل نفسي اما نحس، ممكن يحس على دم. طب بدل ما انت قاعد تشخر كده حاج، ريح ضهرك شوي. لا ما تقولش هم، انت ما عندكش شغل بكره ولا ايه؟ لا يا حاج، انا واخد ايه اسبوع، وانت عشان انا بحبك انا هنام الاسبوع ده معاك. يحرق ابو امي ده، حب طلع لي فين ده؟ طب اما اقول لك ايه، انا رايح مشوار الوقت، وشويه كده اول ما اجي هرن عليك عشان ده مشوار مهم. طب هو في حاجه؟ اما تدق ليك ايه؟ مفيش حاجه، لما اجي برن عليك يا اخي. انا حاسس ان في حاجه والله. لا روح. والله ما تروح يا اخي، انا عشان سكت لك من بدري. خلاص يا حاج روح انت وانا هريح انا شوي. تعمل زي البلو، هو مفيش غير حل واحد. اصبر عليك يا رب، يعملوا معاه حاجه يا رب. السم ده جايبه. ما غلب نفسك ومتعب نفسك ليه يا حاج؟ بس تاكل ام تبكي. تعب نفسك ليه بس يا حاج؟ عايزك تاكل وتشبع. يا بركة دعاك يا أم. الحمد لله يا رب، والله يا رب عارفك ما هتخزني. يا دي المصيبة، يا في حاجة الوقت. لما أنا كنت عايز يمشي ده كيت رمالي زي البلوة كده. ده الحكومة انطبت الوقت هتجيب لي بال، ولا قاعدة ناكل حتة واترمي جنبيه عشان نروح أنا وهو في داهية عادي.